ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا دكتور إيمان زهران أستاذ العلاقات الدولية. دكتور إيمان، بعد التحية، تابعنا اليوم توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم بين مصر وأوزبكستان، كذا تابعنا المؤتمر الصحفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس أوزبكستان وتبادل الاحترام والتقدير بين مصر وأوزبكستان، وكذلك هناك توافق كبير في وجهات النظر حيال القضايا الدولية المختلفة. رأيك في هذه الزيارة وانعكاسها على العلاقات الخارجية المصرية في ظل المتغيرات الدولية الكبيرة؟ تحية طيبة في البداية. يمكن في تقديري أنه الزيارة الحالية، ويمكن هي الزيارة الأولى لرئيس أوزبكستان لمصر، هي في تقديري هي زيارة تأتي تأسيس على ما سبق وبناء على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوزبكستان في 2018، إعادة كذلك النظر في التفاهمات الاقتصادية والتجارية الفنية والعملية. في تقديري أنه مجمل التفاعلات الدولية القائمة حاليا في مختلف الأقاليم الفرعية وما تخطفه من ارتدادات الحرب الروسية الأوكرانية بتعكس التوجه نحو شرقا، السياسات المصرية بالتوجه شرقا حاليا، وما تم تقدمته بالزيارة القائمة وحجم التعاملات الاقتصادية وحجم التعاملات التجارية. يمكن كذلك الحديث عن منتدى الأعمال واللجان المشتركة وما تمخض عنه من عدد من الاتفاقيات نوعية بتعكس كذلك ثقة مصر بكونها هي مركز في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة الأوروبية، كذلك تعطي الوجهة الأولى للقارة الأفريقية. كل تلك الأمور بتدفع نحو إعادة توطيد العلاقات الثنائية ما بين الدولتين وإعادة يعني حسن استخدام ذلك الأمر سواء في مجالات الاتفاق أو في حجم التبادل التجاري أو في حجم السياسات، كذلك بناء مساحات مشتركة، تفاهمات مشتركة في إدارة السياسات النوعية على المستوى الدولي. صحيح. طيب دكتور، يعني حينما ننظر إلى مذكرات التفاهم العديدة اللي تم توقيعها في مجالات مختلفة، يعني نتحدث عن الثقافة، نتحدث عن الصناعة، عن الزراعة، التعاون الدولي، التعاون الدبلوماسي، التعليم العالي، يعني غالبا في كل المجالات المختلفة بين مصر وأوزبكستان، هذا التعاون وهذه الاتفاقيات إنما تعكس شكل جديد من العلاقة بين مصر وأوزبكستان، وخاصة أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار أيضا إلى تطلعه إلى زيارة أوزبكستان بعد دعوة الرئيس شوكت ميرزاييف. ده صحيح. يعني عطفا على كلام سيادتك، أصبح السياسات حاليا في جمهورية مصر العربية تدار وفقا للمنحنى الغير تقليدي. لم نعمل في سياستنا نبحث عن الأمور التقليدية السياسية، أصبحت نركز أكثر على القضايا النوعية في إدارة ملفاتنا الخارجية. يمكن بالنظر دكتور إيمان، أصبح الأول على المحرك الرئيسي لسياساتنا الخارجية في القضايا النوعية ومدى ثقل مصر في إدارة تلك القضايا بشكل رئيس. حجم التشبيه كذلك في تلك القضايا غير التقليدية بما يخدم الأجندة الوطنية المصرية، أجندتنا نحو الجمهورية الجديدة، بما يخدم كذلك تطلعات المدراء من الدول مثل دولة أوزبكستان وغيرها من الدول التي تحاكي حجم العلاقات الثنائية أو الترتيبات الثنائية على المستوى الخارجي. نعم. أخيرا دكتور إيمان، يعني القضايا الدولية المختلفة اللي تم الحديث عنها، من بينها طبعا القضية الفلسطينية اللي بيتضح توافق بين وجهة النظر المصرية ووجهة النظر الأوزبكية فيها، وكذلك إيجاد حل سياسي للنزاع الروسي الأوكراني واللي بتتأثر به كل الدول بشكل عام، لكنه بالتأكيد تتأثر أيضا أوزبكستان باعتبارها يعني دولة جارة. ده صحيح. يمكن بالنسبة للقضية الأولى اللي حضرتك تفضلت طرحها ما يتعلق بقضية القدس، يمكن القاهرة بتنبت القدس منذ أيام قليلة دوما ما تسعى
كذلك على مستوى القمم الفرعية والقمم الدولية بإعادة دفع مرة أخرى لمسار التسوية السياسية والحديث عن الرؤية ليست فقط المصرية ولكن الرؤية العربية التي تتبناها جامعة الدول العربية في هذا الملف. يتم طرحه والتأكيد عليه مع كافة الوزراء من مختلف الدول من مختلف الأقاليم الفرعية كل منهم وفقا لثقله في النظام الدولي. وده دوما بيتم التأكيد عليه ومن أحد أهم الملفات الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية ما يتعلق بحسم القضية الفلسطينية. بالنظر لقضية الحرب الروسية الأوكرانية ومآلاتها وارتداداتها على كافة المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو ما يتعلق بأمن الغذاء في المقام الأول، وأنا أعتقد أنه أوزبكستان تعاني كالقاهرة من ذلك الأمر وكذلك ملف الطاقة، كل تلك الأمور بتخلق مسارات مشتركة يبنى عليها تفاهمات مصرية أوزبكستانية لطرق أو إيجاد أو خلق مساحات لحل هذا الأمر، خاصة مع التصعيد المتوقع سواء من جانب أوكرانيا أو من جانب روسيا. الارتدادات أو ما يتعلق بالانعكاسات لزيارة جو بايدن لكييف أمس أو الأمس، الخطاب المعلن في هذا الأمر والمقابل له من جانب الخطاب الروسي عن استمرار العمليات الميدانية وارتداداتها المباشرة على الملفات الاقتصادية على وجه الخصوص، وأنا أعني في هذا الأمر ملفي الطاقة والأمن الغذائي، وما يتطلب تضافر الجهود الإقليمية وتضافر الجهود الدولية إيجاد مخرج آمن لذلك الأمر. كل تلك الأمور دوما ما يتم طرحها من جانب القاهرة، دوما ما يتم دفع بها على أجندة أولويات المجتمع الدولي وكذلك أجندة أولويات الوطنية سواء من القاهرة أو من أوزبكستان أو غيره من الدول، أصبحت حاجة ملحة لدى شعوب العالم كله في تأمين متطلبات ذلك الملف. أشكرك شكرا جزيلا دكتورة إيمان زهران أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف.